حلو. بتتخذ إجراءات في السوق المصري لحماية المستهلك، ومنها الإعلان عن أسعار كافة السلع والمنتجات. أيوة. وكان هناك توجيه من وزير التموين والتجارة الداخلية بناء على توجيه من فخامة رئيس الجمهورية أن يكون هناك يعني إظهار الأسعار في مكان واضح بشفافية، وعلى المتجر أو السلسلة التجارية أن هي تكون واضعة للأسعار سواء على السلعة أو على الأرفف التي تقع في حيزها السلعة. فده أمر مهم جدا، وده حق أصيل من حقوق المستهلك إن هو يكون على علم بالسلعة وخصائصها ووزنها وحجمها وسعرها. فالحقيقة ده يعني شيء يجب أن يتم تنفيذه، وأصبح النهاردة في حيز التنفيذ.